أكيد تعبان مش كده؟ هي فعلا السلالم بتاعتنا عالية شوية. هي عالية بقى يا ست هانم. معلش اتفضل اقعد استريح. اقعد فين؟ ايوه صحيح، ده احنا ما عندناش كراسي، اصل انا مأجرين الشقه مفروشه من اول النهارده. ايه مفروشه؟ وهو فين الفرش ده؟ يا صاحب البيت هيجيب شويه حاجات واحنا هنجيب الباقي. تحب اجيب لك كوبايه ميه تبل رئك بيها؟ ربنا يسترك، ربنا يستر عرضك. هاتي لي شفشق. حاضر. شفشق. بس يا خساره مفيش كوبايات. لكن اسمع، ممكن تغسل ايديك كويس وتشرب بيها من الحنفيه على طول. حضرتك الاول متاكده ان في حنفيه وفيها ميه؟ لا 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 اطمن، مش للدرجه دي. الحنفيه قدامك اهي ولسه ماليه منها الفاز. مش معقولة. حط بقى التليفون ده في أي حتة يا ست هانم. خليها هنا أحسن، عشان ناوي أشتري حتة موبيلة شيك وأحط التليفون عليها. حاضر. ولا أقول لك؟ أحسن خليها هنا. هنا أهو؟ هنا أهو. حاضر. اسمع. إيه؟ خليها هنا أحسن، بس طول السلك عشان يوصل الشقة كلها. الأستاذ أحمد نافع الأنبور المحامي. مين بينده على الأستاذ أحمد المحامي؟ بيودي عشانكم. طلعوا فوق. فوق فين؟ آخر دور. حاضر. كويس إنك جيت راكب توصيلة التليفون دلوقتي. اشمعنى؟ عشان تدق زي ما أنت عايز، لأن بعد كده هنراكب ورق الحيطان. ولا مؤاخذة حضرتك والبيه منقولين من بلد تانية؟ منقولين ايه؟ ده احنا لسه متجوزين في شهر العسل. ربنا يسعدكم يا ست هانم. ميرسي. لكن حرام برضو تاخدوا شقة مفروشة، دي اكيد غالية. ما هو لو هنستنى لحد ما نقدر نجيب شقة فاضية هكون انا بقيت عانس وهو طلع على المعاش، يبقى بلاش نتجوز بقى. من هاتك يا رب. يا سلام على رقتك يا ماما. ايه مش فاهمه؟ بيقول لحضرتك امضي بالاستلام. برضو مش فاهمه. بيسأل حضرتك يلزم خدمه تانيه؟ فهمت. دقيقه واحده يا حاج. متشكرة قوي. ايه متشكرين؟ إذا عطت ورد تاني ما تبعتولناش. Thank you.
الحمد لله. متشكرة قوي. فلوس؟ فلوس ايه يا ستان؟ لا 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 لا، انا مش عايز فلوس، انا مش عايز فلوس، بس انا سايق عليك النبي، لو التليفون ده عطل ما تبعتوليش. الراجل صحيت على قدي، عندي عيال عايز اربيهم. بكره صاحب البيت يصلح الاسانسير. صلح؟ بتصدقي الكلام ده برضو؟ الاسانسير بتاعك ده ما بيشتغلش الا في العطلات الرسميه. انا عارف البيت ده كويس قوي، عارف صاحبه كويس قوي قوي. سلام عليكم. سلام عليكم. ساعه النبي بشأن الله. ده انت لسه شباب وما يصحش كده. يلا قوم. انا عندي حاجة عليها القيمة، هتورثيها من بعديها؟ برضو لا. امال عايزة تخلص عليا وتموتيني بدري ليه؟ اخفى عليك، ازاي تتهمني اتهام زي ده؟ انت فاهم يعني ان ما عنديش محامي يترافع عني؟ يا حبيبتي، المحامي اللي انت قصدك عليه ده بعد اسبوع واحد في الشقة هنا مش هيبقى في حالة رفع ولا اللازم منه. ما تكبرهاش بس امال. فيها ايه يعني لو كنا سكننا عند والدتي زي ما اتفقنا من الاول؟ حبيبي انا قريت في كتاب ان اهم حاجه بتوصل لمرحله الطلاق ان العرايس يسكنوا في بيت اهاليهم او يبتدوا حياتهم في بيت اهاليهم. الكلام بيكتر، امك قالت، لا امك انت اللي قالت، ويبصوا يلاقي نفسهم عند المأذون. اكيد اللي كتب الكلام ده ما سكنش فوق السطوح. اكيد يعني. اول مره يرن في بيتنا يا حبيبي. الو؟ ايوه يا حاج. كده؟ طب معلش ولا يهمك. مع السلامه. ايه في ايه؟ لا ابدا يا حبيبي، مفيش حاجه مهمه. ده صاحب البيت بيبارك لنا وبيتاسف انه مش هيقدر يبعت اوضه النوم النهارده. امال هننام على الارض؟ وايه يعني؟ منها نشأنا واليها نعود، وبعدين دي هتبقى ذكريات هنفتكرها في المستقبل ونضحك عليها. مش هنلحق نفتكر، لاننا هنكون انتقامنا للرفيق الاعلى بسبب الروماتيزم اللي موجود في الشقه. روماتيزم ايه كفر للشر يا حبيبي؟ يعني ما انت شايف الازاز المكسور ده غير الهوا اللي هيلعب من تحت الباب. ده الجو جميل قوي يا حبيبي الليله دي. جميل ايه ده، احنا في يناير يا ست هاني. ما تخافش، انا سمعت النشره الجويه بنفسي في الراديو وبيقولوا ان الجو النهارده دافئ ممتع خالي من الرياح. وبتصدقي كلامهم برضه؟ من فضلك تستناني 5 دقايق بالظبط. حاضر يا هاني. لسه متضايق؟ هفرع. طب خد اكسر دي. ليه؟ اكسرها بس دلوقتي حالا هتستريح، اصلها حالة نفسية. لا يا شيخ، يعني كل ما بعصب اروح مكسر اي حاجة قدامي؟ طوالي. وانت لما هتتنرفز انت كمان هكسر اي حاجه قدامك؟ طبعا. الحمد لله ما سكناش عند امي. اهلا اهلا يا ماما. اهلا. اتفضلي اتفضلي تعالي تريحي. اتفضلي اتفضلي. اقعدي يا ماما هنا. اتفضلي الماما. من تحت؟ ايوه بس بسرعه. لا 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 مش عايزه. بتقولك مش عايزه؟
ودي تيجي برضو. يلا يا حماده، اذا كان صاحبه الشقه نفسها بتقول لك مش عايزه. مش كده وصلت رجعتي؟ اكيد تعبتي مش كده؟ ايوه يا بنتي، مش تقولي انك ساكنه في البرج؟ وانا لقيت غير كده يا ماما وقلت لا وما سكنتش. امال امال فين العفش؟ صاحب البيت قال هيبعت اوضه النوم بكره واحنا هنكمل الباقي. بكره؟ ودي شقه دي يضيف فيها 60 جنيه؟ اوعى تقولي الكلام ده لاحمد لحسن ده على الاخر. طبعا انا فهمته انها ب 25 جنيه بس، وحضرتك هتكملي وهتدفعي كل شهر زي ما اتفقنا يا ماما. ها وايه بقى سلم المطافي ده؟ مطافي ايه يا ماما؟ دي بتوصل على السطوح. على السطوح؟ عن طريق شقتكم؟ وفيها ايه يعني؟ اعتبريها ديكور. المره الجايه لما تيجي تزورينا مش هتعرفي الشقه من حلاوتها. انا هو انا فيا صحه عشان اجي لكم هنا تاني؟ عن اذنك يا اختي انا ماشيه. ايه يا ماما مش معقوله، رايحه فين؟ اصل التاكسي استنيني تحت. يبقى مش ما كنتيش جايه عشان خالتك تعبانه شويه، قلت اروح اشوفها وافوت ابارك لك على الشقه. ما كنتش عارفه المصيبه اللي انت عايشه فيها دي. طب تتعشي معانا بكره؟ انا اتعشى معاكم؟ اطلع اسلم ده تاني. وحياتك يا ماما. سلام عليكم. عشان خاطر يا ماما. حاضر عشان خاطرك. عشان خاطرك عينيا الاثنين. حاضر ما تنسيش يا ماما. حاضر مع السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. عندك كده لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه مالهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي ده سيني. مش لما داب في روحي الاول؟ اخفى عليك، خدني في حضنك. يا سلام، ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذه كده. وانت لسه شفت حاجه؟ لقيت فايده حدنا الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ظهرنا متني ورجلنا مكلبشه ببعض. روماتيزم بقى. وبدل ما نروح على المحكمه ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت، ما تبوظش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاه لك ده. ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبه ابتدت تخرج من فصلي. طب اسمع، انا عندي فكره جنان. الحقيقه يا حبيبتي افكاري كلها بنمزج. ايه رايك نقوم نخرج نتفسح؟ نتفسح؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ وايه يعني؟ بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمه، ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس والله قدام القاضي زي الطربش. ومين هيفسحني غيرك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: ارجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القضايا، ثم اشرب اللبن، ثم انام في هدوء. جواز تقليدي يعني؟ هو الجواز كمان حطوه على درجات؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه؟ الظاهر حد بيفتح الباب. مصيبه، ده هيكون حرامي. ده يبقى حمار قوي لو جه هنا. طب قوم شوفي ايه؟ يا حبيبتي انا لغايه دلوقتي موافق على كل حاجه، انما توصل لحد ان انا اواجه حرامي وجها لوجه انا اسف، ده مش من طبيعتي ولا من اخلاقي. قوم بلاش كسل، الزوبعه خلصت. يا تقومي تقابليه انت يا تنامي وتسكتي. اسكت ازاي؟ لا اقوم طبعا. Thank you.